نقاشنا اليوم مشاهدينا سيتناول الجدل السياسي المحتدم في العراق حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في أيار مايو المقبل. بعض الكتل في مقدمها القوى السنية تطالب بالتأجيل، بينما تصر قوى أخرى على إجراء هذه الانتخابات في موعدها. رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي حسم الجدل وقال لا تأجيل في الانتخابات، وذلك سيعتبر خرقا دستوريا. للوقوف على كل هذه التطورات ينضم إلينا من أربيل الصحفي العراقي علي البيدر. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. نعم، أهلا وسهلا بك. القوى السنية لك ولجمهورك الكريم. أهلا وسهلا بك، شكرا لك. القوى السنية طالبت بشكل رسمي رئاسة مجلس النواب العراقي بتأجيل موعد الانتخابات المقررة في أيار سنة على الأقل، يعني تقدمت بأسباب عديدة، ولكن أهم هذه الأسباب تقول بأنه المدن والمناطق السنية ذات الأغلبية السنية مدمرة وتحتاج إلى الكثير من الوقت لإعادة التأهيل، وأيضا لإعادة النازحين الذي يبلغ عددهم يعني أكثر من 2 مليون نازح. ألا تعتبر أن هذا سبب وجيه فعلا للطلب تأجيل هذه الانتخابات؟ نعم، قبل يومين تقدم تحالف القوى والذي يمثل المكون السني العربي في العراق بطلب إلى رئيس البرلمان بغية تأجيل الانتخابات لمدة سنة أو 6 أشهر في عموم البلاد، وأن صعب الأمر فالطلب يتضمن فقرة أخرى هو تأجيلها في هذه المناطق فقط. بالطبع هذا الطلب وجيه، لا تزال المناطق السنية إن صح القول في العراق هي مناطق غير مستقرة بشكل عام، كونها شهدت صراع عنيف مع تنظيم داعش. هذا الصراع جعل هذه المناطق تخرج أكثر من 5 مليون نازح، نصفهم عاد أو أكثر من نصفهم، لكن الحياة بشكل عام هي غير مستقرة في هذه المناطق التي تحتاج إلى، ما عدا إعادة النازحين يرافقها إعادة الخدمات إلى هذه المناطق كما تتطلب مصالحة مجتمعية حقيقية. نعم، أيضا من أربيل حضرتك، يعني كيف توصف لنا المزاج الكردي؟ الكتل الكردية أو القوى الكردية لم تطلب بشكل رسمي حتى الآن. لم تطلب التأجيل، ولكن يعني نسمع بأن هناك أيضا رغبة كردية بتأجيل هذا الموعد. نعم، هناك تفهم كردي للموقف العربي السني، لم يكن هذا التفهم مصاحبه ميول إلى حد كبير. كانت هناك تصريحات لأعتقد نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني يقول أن هناك رغبة أو ميول إلى جانب الموقف السني. نعم، لماذا برأيك تريد الكتل الكردية أيضا تأجيل هذا الموعد؟ نعم، لماذا تريد الكتل الكردية أيضا إلى جانب يعني الكتل السنية قدمت الكثير من الأسباب؟ نعم، لماذا تريد الكتل الكردية أيضا تأجيل موعد الانتخابات؟ المنطقة الكردية من العراق هي أيضا لم شهدت صراع عنيف، خصوصا ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها عنيف مع تنظيم داعش، امتد يمكن أكثر من 1000 كيلومتر. يعني هذا عزز القناعة لدى القيادة الكردية بأن هذه المناطق لا تزال غير مستقرة، إضافة إلى الأزمة التي حصلت بين المركز والإقليم، هي جعلت يعني التحالفات الكردية تنشطر إلى جزئين، قسم يقترب من الحكومة المركزية ومن موقف الحكومة، وقسم الآخر بالنقيض. فالبيت الكردي يحتاج إلى إعادة تشكيل أو ترتيب الوضع الداخلي كي يتمكن من الدخول إلى الانتخابات بقوة كما شاهدناه في دورات سابقة، ويكون بيضة القبان التي تعدل الكفتين في داخل البرلمان العراقي والحكومة العراقية. نعم، الكتل الأخرى التي تصر على إجراء هذه الانتخابات في موعدها، في مقدمها طبعا التحالف الوطني الشيعي، ويعني هذه الكتل تقول بأنه تأجيل الانتخابات يعد خرقا دستوريا.
يعني هل من الممكن، هل هناك ثغرة ما ممكن الاعتماد عليها للاتفاق على التأجيل؟ نعم طبعا الشارع الشيعي منقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول يريد استثمار ما أنتجته المعارك الأخيرة مع تنظيم داعش واستثمار النصر الذي تحقق لبعض الجهات السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة، وبالتالي تحاول استثمار هذا النصر لتحقيق أغراض انتخابية بضمنها كتلة هادي العامري وكتلة رئيس الوزراء الذي يعتقد هو أصبح أيقونة للنصر. هناك جانب آخر يعني سر لا يستطيع إفشاء هذا الأمر، يحاول بطريقة أو بأخرى تأجيل الانتخابات كونه يرى أن الشارع العراقي بشكل عام غير مهيئ للدخول في العملية الانتخابية. نعم، تقول يعني ماذا تقصد بمن يريد التأجيل؟ عفوا لم أفهم عليك. نعم هناك كتل أو نواب داخل البرلمان العراقي هم ينتمون إلى التحالف الوطني أو التحالف الشيعي، هؤلاء طلبوا أن يكون التصويت سرا على قرار التأجيل الذي يمكن أن يكون اليوم هناك عملية تصويت لهذا القرار. طلبوا أن يكون التصويت سرا كي لا يحرجوا أمام جمهورهم، وهم يرغبون سرا بتأجيل الانتخابات في عموم البلاد لستة أشهر أو لسنة مقبلة. نعم، نسمع أيضا يعني من خلال تسريبات أيضا وهذا أمر غير معلن أنه حتى نوري المالكي وزعيم ائتلاف دولة القانون هو أيضا يرغب بتأجيل موعد الانتخابات، ولكنه لا يقول ذلك في العلن حتى لا يبدو عليه الضعف داخل الساحة الشيعية، هل هذا صحيح؟ لم أسمع حقيقة، لم أسمع عن نور المالكي يرغب رغبته في تأجيل هذه الانتخابات. كما ذكرت أنه السيد نور المالكي إضافة إلى هادي العامري إلى جهات أخرى تمتلك فصائل داخل هيئة الحشد الشعبي ترغب باستمرار استثمار النصر الذي تحقق على تنظيم داعش لتعزيز مكانته الجماهيرية. ولكن هذا الاستثمار الذي تتحدث عنه اليوم سيحصده أيضا العبادي، يعني رئيس الحكومة الذي ازدادت شعبيته في الفترة الأخيرة بعد الإنجازات التي حققها مع تحالفه مع ميليشيا الحاشد ضد تنظيم الدولة. نعم العبادي أحد الشخصيات التي ترغب بشدة إجراء الانتخابات كما يقال اليوم قبل غدا، كون شعبيته يعني أخذت بالتراجع خصوصا بعد الأحداث الدامية التي شهدتها بغداد خلال هذا الأسبوع، فلذلك هو متخوف من حدوث تغيرات في المشهد السياسي في المشهد الأمني. هذه التغيرات بإمكانها يعني أن تزيح مكانة العبادي جانبا أو تؤدي إلى تراجع التأييد الشعب الذي يحظى به الآن داخل الساحة الشيعية أو الساحة السنية. نعم، طب في حال يعني استمر هذا الاختلاف ويعني بين الكتل أستاذ علي، هل من الممكن إقرار قانون الانتخابات الجديد وقانون الموازنة؟ وفي حال لم يتم إقرار هذين القانونين، هذا سيؤثر دستوريا أو قانونيا على إجراء الانتخابات في موعدها؟ نعم، بالنسبة لقانون الانتخابات لم يقر، فبإمكان مفوضية الانتخابات الاعتماد على القانون السابق الذي يقر في الدورة السابقة وبالتالي تذهب إلى إجراء الانتخابات. أما عن الموازنة فهناك فقرة تتيح استقطاع واحد أعتقد على 12 يعني بالنسبة لمفوضية الانتخاب بات، وبالتالي يمكنها إجراء الانتخابات، فهذين الأمرين لا يمكنهما يعني عرقلة إجراء الانتخابات إذا ما اتفقت الكتل الانتخابية على صيغة نهائية.
نعم. أيضا يعني سألتك عن المزاج السياسي اليوم في العراق، أود أن أسألك أيضا عن المزاج الشعبي. هل اليوم المواطن العراقي مستعد لأن يقبل على مثل هذا الاستحقاق المهم في العراق، خصوصا يعني ونحن نعلم بأنه دائما الاستحقاقات الانتخابية للأسف في العراق تكون مترافقة مع عمليات إرهابية، وشهدنا يعني في الأسبوع الماضي أكثر من عملية إرهابية كانت ضخمة في بغداد. هل هناك تخوف في اليوم في الشارع العراقي من هذه الخطوة؟ نعم، الشارع العراقي إذا ما ابتدأنا من المناطق التي شهدت صراعات مع تنظيم داعش، هذه المناطق جمهور هذه المناطق لا يرغب بشكل كبير، إضافة إلى سياسيها لا يرغبون بشكل كبير من إجراء الانتخابات في هذا الموعد كون سيضر بمصالحهم بشكل عام، إضافة إلى أن الجو العام في هذه المناطق غير مؤهل، يعني هي خرجت من صراع، هي بحاجة إلى إعادة ترتيب الحياة. في مناطق الجنوب المواطن مستاء جدا من سوء الخدمات، وان كان هناك جانب امني يعني طيب الى حد ما، لكنه مستاء من سوء الخدمات، يلقى باللائمة على كل ما حصل على السياسيين. في 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 المناطق الشماليه من العراق هناك انقسامات، يعني الشارع الكردي منقسم الى قسمين، قسم يعني يرغب باجراء الانتخابات والقسم الاخر يرغب في تاجيلها. النقطه الاهم، هناك فتاوى صدرت من مراجع دينيه شيعيه، وهذا ما سوف يؤدي إلى موقف سلبي للمواطنين من هذه الانتخابات. آخرها كان للسيد جواد الخالصي الذي قال حرفيا من يذهب إلى انتخابات فهو أحمق وجاهل، يعني نعم. هذا هذه الأمور كلها سوف تؤدي إلى عزوف المواطنين. نعم، في أقل من دقيقة أستاذ علي أود أن أسألك عن المواقف الإقليمية، هل توضحت اليوم أي من المواقف، مواقف الدول؟ هل إيران يقال بأنها تريد إجراء هذه الانتخابات في موعدها، وهذا واضح من خلال القوى العراقية التي تدعمها، هل توضح الموقف الأمريكي مثلا، الموقف التركي؟ يعني حسب ما هو معلن، الموقف الأمريكي وعبر السفارة الأمريكية ترغب وتساند في تأجيل في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، هذا علنا، لكن خلف الكواليس لا نعرف ماذا يدور. بالنسبة للموقف التركي هو يعني يميل إلى حد كبير إلى الموقف السني في العراق، وينظر إلى المكون السني، فسوف يكون قريب جدا إلى موقف المكون السني، إضافة إلى العلاقات الكردية التركية، فبالتالي سوف يكون هذا الموقف مقرون بهذين الموقفين، يعني الموقف العربي السني في العراق والموقف نعم. الكردي. أستاذ علي البيدر، كنت معنا من أربيل، شكرا لك على هذه المشاركة وعلى كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، والآن عودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات